لجمهوره. هقول لكم حاجه، خبر لجمهور نادي الزمالك، اعتقد ان هو هيبقى خبر كبير جدا جدا جدا. خبر لجمهور نادي الزمالك كبير جدا جدا جدا. الزمالك يقترب على انهاء ملف فرجاني ساسي. هل هو ده بس الخبر؟ لا. والزمالك هناك لاعب في دوري عربي على كفاءة ومستوى فرجاني ساسي. الزمالك فتح معاه الاتصال وحاطط الاثنين مع بعض. يعني الزمالك يا في فرجاني ساسي يا في نجم زي فرجاني ساسي بالظبط. رقمه برضه كبير، والزمالك بينهي الامور الماليه ليه بنسبه كبيره. الصفقه دي هتكون صفقه كبيره جدا، وهيكون اسم مفاجاه لجمهور نادي الزمالك. اداره الزمالك دلوقتي بتتحرك على محورين، والمعلومه عند فرجاني ساسي. هينهي فرجاني ساسي، وده بنسبه 70-80% اداره الزمالك شغاله في هذا الملف، يعني وصلت لمراحل متقدمه جدا فيه. وهناك صفقه اخرى من دوري عرب، لعيب كبير بيلعب في نفس مكان فرجاني ساسي، انهى نادي الزمالك كل الامور المتعلقه بيه، وهيوقع مع واحد من الاثنين، يا هنا يا هنا. اداره الزمالك الحقيقه شغاله بشكل جيد جدا. ثالث، اداره الزمالك عندها دلوقتي لجنه الكوره في وجود الكابتن فاروق جعفر، وعندها عدد من نجوم نادي الزمالك الفنيين في الكورة، نجوم نادي الزمالك الفنيين في الكورة بتاخد رأيهم بعد موافقة المدير الفني. ورد المستشار هشام دلوقتي ومعاه على الهوا، قال لي باتشيكو قال بعد المؤتمر الصحفي اللعيبة ما عرفش عنها حاجة، في ورقة داخل نادي الزمالك مكتوبة ممضية بالإنجليزي من باتشيكو إن هو موافق على انضمام مروان والجزيري، ودي معلومة مؤكدة عندي بنسبة 1000%. والحقيقة أنا ما بقتنعش خالص بتصريح أي مدير فني يطلع يتصرح بحاجات كده بره الصندوق وأنا ماشي. أنا مش عايزهم، أخدتهم ليه؟ أنا مش عايزهم، قلت عليهم لعيبة كبار ليه؟ طلعت كذا مؤتمر وأشدت بيهم ليه؟ أنا بقى صاحب النظرية دي، حضرتك عندك مشكلة اتكلم، حضرتك تتكلم بس وأنت ماشي، دي ما بتبقاش مشكلة ولا تمت دايما للحقيقة بصلة. دي وجهة نظري أنا الشخصية. أعتقد النهاردة تغطية خاصة جدا من نادي الزمالك، لمت لكم كل حاجة وكل معلومة حرف بحرف. تعالوا بقى أجمع لكم كل الكلام ده وأقوله لكم على الشاشة.